السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة السنة أولى ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله معاد درس ريدنج يونت 3. جهز نفسك ويبقى معاك نوت بوك وبن، كل مرة أفكرك بكده ما تنساش عشان تحل معايا، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بالله عليكم بالله عليكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك، وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله. باي. كلامنا عن تشارلز ديكنز، واحد من احسن الكتاب اللي موجودين في الادب الانجليزي. تشارلز ديكنز بيصنف الثاني من احسن كتاب الادب الانجليزي في العالم، بيدينا نبذه كده عن حياته، وطبعا الكتابات اللي هو عملها والاعمال اللي موجوده لتشارلز ديكنز بتبين قد ايه ان حياته اثرت عليه. التكست بيبدا بيقول: Today millions of people know Charles Dickens for the brilliant books that he wrote. طبعا ناس كتير تعرف الراجل ده بسبب الكتابات العظيمة اللي هو كتبها. He was a great storyteller، وطبعا storyteller يعني واحد سارد للقصة أو كاتب لروايات، بيحكي روايات. But Dickens didn't only want to entertain people with his books، he also wanted to change their opinion about the world that they lived in. مش بس كان بيكتب عشان عايز الناس تستمتع بالكتب اللي هو بيكتبها، ده كان نفسه يغير العالم، كان عايز يحط رأيه عشان يغير فكرة العالم في الفترة اللي هو عايش فيها. He hoped his readers would then do something to make the world a better place. وكان بيتمنى إن الناس اللي بتقرأ الكتب بتاعته يحاولوا يحسنوا من حياتهم عشان يخلوا العالم أفضل. Charles Dickens was most interested in helping poor children because of his own difficult childhood. وطبعا بسبب الطفولة اللي هو عاشها، كانت الطفولة فيها قسوة وكانت الطفولة صعبة لأن عيلته كانت فقيرة. بيقول لك إن هو من بور بيساعد البور شيلدرن، بيحاول يساعدهم يعني في القصص بتاعته. When he was 12 years old، من حاجات المؤثرة قوي إن هو عنده 12 سنة، Charles' father was sent to prison، باباه اتسجن واتسجن بسبب الديون. Like David Copperfield، ودي قصة هندرسها النهاردة، قصة David Copperfield. He had to leave school and work to support his family instead. وطبعا هو في الفترة دي لأن باباه ما كانش موجود، فاضطر إنه يسيب المدرسة عشان يصرف على العيلة ويساعدهم. The poor law of 1834 removed support for most poor people so their lives were hard. وطبعا القانون بيوصف هنا، القانون في الفترة دي كان قانون ضعيف وفقير، قانون مش قوي طبعا، كان مفيش ما بيحطش اي دعم للناس اللي هي فقيره زي تشارلز ديكنز واهله. When he wrote David Copperfield between 1849 and 1850، الفتره اللي هو كتب فيها قصه ديفيد كوبرفيلد، ديكنز wanted to show us that not all poor people were bad. كان عايز يوضح للناس ان مش كل الناس الطيبين الفقراء دول سيئين، يعني الناس فاكرة إن الطيبين دول ناس وحشة، عايز يصحح إن الفقراء ناس مش وحشة، ده فيهم ناس طيبين. Like his father Mr. Micklethorpe went to prison because he had no money. وطبعا بيظهر في القصة الشخصية ميكلثورب، هندرس القصة مع بعض حالا، بتبقى زي نفس شخصية باباه، برضه بيدخل السجن بسبب الديون. But after he left the prison he wanted to help David because he was a good man. وبعد طبعا ما بيطلع من السجن بيبقى عايز يساعد ديفيد لان هو كويس. In Dickens books people who worked hard were also often rewarded. وكان بيطلع الشخصيات اللي في القصه عنده ممكن يتم تكريمهم في نهايه القصه. ممكن يتم تكريمهم في نهايه القصه ويتكافئوا عشان حياتهم الصعبه اللي هم عاشوها. For example at the end of the book David Copperfield becomes a successful writer. وطبعا بيقول لك ان في الفتره زي بالظبط كده في قصه ديفيد كوبرفيلد، بيطلع في الاخر بينجح وبيبقى سكسسفول رايتر، بيبقى ناجح، كاتب ناجح. قصه ديفيد كوبرفيلد، وانا مطلع لك الكلمات بالارقام كده زي الكتب بالظبط، انا جايب لك التكست من المذكره اصلا وحطيته لك مترجم عشان لما يعني توقف الفيديو يبقى برضو الكلمات اللي انت هتعمل عليها تريننج واكسرسايز تبقى قدام عينيك. بتبدأ قصة ديفيد كوبرفيلد بيقول: This is Mr. Canon David. Mr. Mudson said، بينادي عليه Mr. Mudson، وبيبدأ القصة بأنه بينادي على ديفيد. You are going to work for him at Mudstone and Granby, the potent mansions in London.
بيقول له طبعا انت ده الراجل التاجر اللي انت هتشتغل معاه الفترة اللي جاية، والراجل ده كان بوتل ميشنز تاجر ازايز في لندن. You will earn enough money to pay for your food. وطبعا هتقدر تكسب فلوس عشان تجيب لنفسك اكل وتكفي ذاتك، تكفي احتياجاتك. And I have arranged a place for you to live. بيقول له انا كمان جهزت لك مكان كويس عشان تعيش فيه. I was 10 years old and I was going to go to work. بيقول انا تقريبا كان عمري ساعتها 10 سنين ورايح عشان اشتغل. انت متخيل طبعا 10 سنين ورايح اشتغل، طبعا طفل 10 سنين دلوقتي وضعه مختلف، بيتدلع وبيفكر على الاجازات بتاعته ازاي يقضيها وازاي يلعب ويقضي وقت كويس، ما حدش بيفكر 10 سنين ده يشتغل يعني. And it was hard work. وده كان عمل جاد او عمل شاق. I went to a dirty old house near the river where rats lived under the floors. يعني بيقول لك كنت قاعد، بيقول لك كنت عايش في منزل قديم بالقرب من النهر، وكان الفئران عايشين under the floors تحت أرض البيت ده. There my job was to wash empty bottles with three other boys and I hated it. يتكلم بقى عن شغلته اللي هو رايح يشتغلها عند تاجر الازايز ده، كان بيعمل ايه؟ كان بيغسل الازايز عشان ينظفوها قبل ما يعبوها تاني، وكان معاه 3 اولاد تانيين شغالين معاه في نفس المكان، وبيقول I hated it، يعني انا كنت بكره الشغلانه دي. One morning a plump man came to see me with Miss Cannon. ويقول في يوم جاء بلامب مان، بلامب مان يعني راجل ضخم شوية كده، جاء عشان يبص علينا في المصنع. مس كاين ام ماستر كوبرفيلد، ذا مان سيد، الراجل داخل بيقول للسيد كوبرفيلد بينادي عليه. This is Mr. Macupo. Mr. Cannon told me you will be living at his house. And that evening, Mr. Macupo took me home. وفعلا بيقول في المساء اتحركت مع مستر ماكبر عشان اروح البيت بقى واعيش معاهم. His wife a thin tired looking lady. وهناك بيشوف مرات الراجل ده مسز ماكبر، واحده ست بيوصفها ان هي ست نحيفه ضعيفه شكلها تعبان جدا، وsitting with a baby، قاعده ومعاها طفل صغير. The baby was one of twins. وده بيبي واحد من 2 توأم. And they had a boy of 4 ومعاهم كمان ولد سن 4 سنين. And a girl of 3 وبنت سنها 3 سنين. عيلة كويسة يعني. I soon discovered that the Macupos were poor. اكتشفت مع الوقت ان العيلة اللي انا عايش معاها دي اصلا عيلة كحيانة وفقيرة. And that Mr. Macupos owed money to several people. وإن الراجل ده بقى عنده ديون لناس كتير جدا حواليه. One morning the police came and took Mr. Macupo away to prison. لحد ما الديون زادت عليه، وفي يوم في صباح ما جت الشرطة قبضت عليه وأخدت مستر ماكوبر على السجن. Because of his debts، وده بسبب الديون. I went to see him there the next Sunday. I went to see him there the next Sunday. ورحت عشان أزوره الحد اللي بعده. وطبعا الراجل بينهي القصة اللي هو عايز يعلمها لنا بالحكمة أو المورال من القصة كلها، بيقول له if a man earns 20 pounds a year and spends 19 pounds he will be happy. بيقول له بص يا ابني، لو واحد بيكسب، طبعا مالكش دعوه بالارقام اللي بتتقال ده، انا بكلمك في القصه طبعا من ركزت قوي في الارقام ساعتها، دي كانت مبالغ كبيره. بيقول له لو راجل بياخد 20 جنيه وبيصرف 19 جنيه معنى كده ان هو انسان سعيد. But if he spends 20 pounds and a penny he will be miserable. لكن لو صرف ال 20 جنيه وفيهم مليم هيبقى تعيس في حياته او بائس. عايز يقول له يعني الانسان يصرف او يكفي نفسه بالفلوس اللي معاه وما يحطش على نفسه ديون عشان ما يعيش حياه بائسه. تمام كده خلصنا درس الريدنج ده، بقى وقت الاكسرسايز. ما تنساش قلم ونوت بوك، وتقدر توقف الفيديو وتحل لنفسك وبعد كده تصحح عشان تقيم نفسك مظبوط. بالله عليكم، بالله عليكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك. طب
وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله. باي. One. She hasn't left yet. هي ما مشيتش. She is at home. Still. Still at home يعني هي ما زالت في المنزل. Question 2. Mr. Muhammad is at teaching English. Expert. Expert معنى خبير. يعني هو خبير في تدريس الإنجليش. Number 3. Space people need more interest and care. أنهي ناس اللي هو بيقول إن هم محتاجين عناية؟ Disabled. الناس اللي عندهم إعاقة. العاجزين. تمام. Number 4. I wrote a of David Copperfield which my teacher admired. كتبت إيه عن قصة ديفيد كوبرفيلد والمستر عجبته جدا. ما هو ممكن يكون كتب summary ملخص. Number 5. I asked you to do this difficult job because I space you. أنا طلبت منك إنك تعمل لي الشغلانة دي لأن أنا إيه فيك أنت بثق فيك. I trust you. I trust you. Number 6. The Egyptian red helps people in difficult situation. لمؤسسة الهلال الأحمر اسمها Red Egyptian Red Crescent اللي هي. Number 7. My teacher the difficult point for me. المستر إيه للنقاط الصعبة بالنسبة لي. My teacher يعني عايز يقول إن هو بينها لي أو وضحها لي. Explain. Number 8. Good education. A difference in people's lives. إن التعليم الجيد مع يصنع اختلاف. Makes difference in people's lives. خلصنا الحمد لله reading بالإكسرسايز. أتمنى يكون الفيديو مفيد ليك. انتظرني في فيديو جديد. أشوفك على خير. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.